بتعرفي انه هاي فيها 163 كيلو هلا؟ هلا ستعرف. وهلا هو نعم غادي راح يسوقها حبيبي حيسوقها. زعجانة موت. بعمل ميك اب، كل شيء خاصه بالميك اب، كل شيء سبيشل افكت، كل شيء جروحة ضروبة. فيلم كتير مهضوم، الشغل حلو كتير، كان الكرو كتير حلو، في شوية صعوبات انه هيك شيء طبيعي يعني. Moi c'est Lara et je suis l'assistante de Jean-Claude. Ça fait un mois que j'ai pas épilé les sourcils parce que j'ai pas eu le temps. On a de belles images, on espère avoir un très beau film. Bonjour, je m'appelle Yara Wachi, je suis clapeuse et l'équipe est très sympa. Surtout je suis très contente d'être venue au Liban, d'avoir fait la connaissance de tout le monde. J'aime tout le monde, j'aime l'intège. الانتاج كتير بحبه، كتير مهضوم ولذيذ. سيبو، هاني، جورج، ميشيل، يارا، كريستوف، ماما بابا، مانو، فؤاد، باسكال، بشارة، زو، آسين، ميكايل، بيعرف يحكي عربي، صار يقول يا قوي، بشير، كان معنا مها راحت صار عندها وجع بباهرة. جون كلود مخرج اهم انه الفيلم يطلع حلو. المهم انه الواحد يلاقي كل فتره بحياته ناس يحبهم ويحبوه. ان شاء الله بيطلع الفيلم انسان شريف. Je m'appelle Mama. Je suis assistante de Baba. Ah. On a fait le tour du Liban presque. Marilyn. Marhaba Fouad. Marhaba. كيف حالك؟ بخير وانتي؟ جيدة. زور معايا الليلة ونحن على الحدود نصور مشهد آخر مشهد من الفيلم عندما مجدي يهرب بالكاميون إلى لبنان من الأردن إلى لبنان. نعم. ونرجو منكم المتابعة. قصصنا شعره وحلقنا له وصبغنا شعره. نعم هذا هو البيك أب وهو يقود الكاميون حاليا. إبراهيم الصغير. Thank you.
ايد فوق. حط ايدك فوق. وين الصوت؟ وين الصوت؟ وين الصوت يا مجدي؟ لا كيف ببلش؟ بالاول هيك وحده. يلا لحظه. واحد يا عم كثير مسرعين اسمعوا الموسيقى الو. ايوه طم 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 لك اسمعوا الموسيقى. الله ورايي. هذا تبع جارنا. تبع مين؟ جار مين؟ حدا يقيمه. أي. هذا لأبو حبيب. أسمع أسمع. بعد ما بقى أسمع كبدة. بعدين زول عم يلعب. زول بنكبش مرة لقدام مرة لورا. خلاص ما بيعرفوا يرقصوها اصلا.